السلام عليكم. سبب هذه الاحتجاجات اليوم احنا جايين كنطالبوا من المسؤولين ومن سيدنا نصره الله انه يشوف من حال هذه الوليدات، راه لا حول لنا ولا قوه. مدرستهم ابسط الحقوق ديالهم، مطلبنا منحه شهريه، مطلبنا حقوق ابسط الحقوق عندهم انهم كيقراو. هذيك المدرسه بغاو يحيدوهم منا، قال لك حق انا عندي ولدي شال الرباعي، ما تيهضر ما تيشمش الشخص اللي يوكلو، كيدير لي كوش، وقال لك حق غير يندمج مع الوليدات اسوياء. لا يعقل، اسمحي لي، لا يعقل، ما يمكنش. عندنا مشكل مع رئيس هذه الجمعيه، جينا شحال من مره وقفنا وطالبنا انه يمشي بحالاته، طالبنا انه يمشي بحالاته، ماشي مره ماشي جوج. عندنا مشكل مع رئيس الجمعيه، المشكل انه هاد الوليدات كانوا في الاول كيديروا الترويض، عندهم المطعم، تيقراو، عندهم انشطه. دابا هو ناض، حيد كل شيء، حيد كل شيء، حيد السانسور، حيد اللي بداو كيقراو عير الصباح. شويه شويه ملي جينا انا بقينا واقفين، انا خصو يمشي بحالو، كنغوتو خصو يمشي بحالو، خصو يمشي بحالو، ما صالحش اصلا وما تيستجبش لينا، كنعيطوا ليه ما كيجيش، ما عمرو ما استجب لينا. ملي جينا انا بقينا واقفين، خصو يمشي بحالو، خصو يمشي بحالو. دار معنا الاجتماع، قال لك شوفوا الامور كلها غتولي مزيانه، الامور كلها غتبدل، بدل المرويده غنجيب لكم جوج الاساتذه وكلشي غنجيبوه. خلانا جالسين، جبنا وليداتنا كيقراو، شويه مشيتي انت للعمل، مشيتي للرباط وجاب لينا واحد اللجنه وطلبات معنا الوليدات كلهم، كلهم الوليدات راه ماشي على الرباعي، لا حول لهم ولا قوه، يمشيو يندمجوا مع الوليدات الاسوياء. لا يعقل، راه ما يمكنش، ما يمكنش هذا الشيء اللي كاين. هذا هو علاش حنا واقفين هنايا. عندهم اساسيده، عندهم اساسيده، واخا مساكن ما كيخلصهم دابا ست شهور ما كيتخلصوش، ولكن راه مازال خدامين. كيقول لك درنا بهذا الوجه لهذ الوليدات، راه يسما يدير ربي تاويل الخير، ولا هذا يهدي الله ويدير معاهم شي حل. هما مازال كيقريو مساكن ما مخلصين ما والو، ومصابرين معنا مع هاد الوليدات. كنطلب من جلالة محمد السادس يشوف من حال هاد الوليدات، راه شفر على خوه، شفر من ورا شفر من ورا شفر. بارك علينا من الجمعيات، راه قتلونا، والجمعيات راه كينهبوا رزق ولادنا، كينهبوا رزق ولادنا، وحقهم في المدرسه ما كاينش والو، تحقهم لا ترويض لا مدرسه لا ما عرفتش انا. هاد الوليدات مول الاحسن احسن يجيو يقتلونا، ولا يقتلونا هذا ما يبقاش يقتلونا شويه بشويه، يقتلونا دقه واحده. هادشي اللي كيبان ليا، هما راه حسبونا الله ونعم الوكيل، ما قداناش معنا. انا الرساله اللي كنوجه، انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن بعد الله سبحانه وتعالى، الملك محمد السادس يشوف من حالنا ويشوف من حال هاد الوليدات. هاد الوليدات بسبب الا تهلاو فيهم البلاد غتزيد قدام، ما تهلاوش في هاد الوليدات والله ما عمرها ما تطفر. يا هاد الوليدات راهم عطاهم الله، كيف انت خلقك ربي سوي خلق هاد الدري لا حول له ولا قوه، علاش باش انت تهلا فيه وتشوف من حاله وتكون لي قدوه؟ ماشي انت ابسط الحقوق عنده انه باغي يقرا. ها هو اللي سولتي غيقول لك بغيت حقوقي، علاش جاي هنا؟ سوليه غيقول لك بغيت حقي، بغيت حقي، بغي ناخذ حقي بيدي. راه لا حول ولا قوه، الله يدير شي تاويل ديال الخير. هادشي اللي كان هادشي اللي غنقول لك اختي، نتمنى من الله خير. حنا اصلا حاسين بالحق راه من بدايه، انا كأم لشخص شلل رباعي عمره 16 عام، ملي دار الدري في حق حتى ما دروس ولد 7 سنين 8 سنين ما لقيتش فين ندمجو. إن فوا كيشوفوا الدري على كرسي متحرك كيقول لك ما عندناش اقسام لهاد الحالات، هاد الحالات كتطلب خاصك مرافقه، خاصك وخاصك، وكيقولوا لك شي مبالغ مهوله، كيبداو معك ب 50000 ريال للشهر، 60000 ريال للشهر. واش انا استطعتي نعطي 60000 للشهر؟ وانت اصلا كتمشي للجمعيه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكتدخلي وكيهضر معك بالخلاص حشومه. ملي كيقول لك الشخص المعاق عنده حقوق، عنده حقوق اياه في الاشهارات في الوراق، ارض الواقع ما كاينش. كيجي اليوم العالمي للمعاق وتلقاي الاحتفالات والشعارات، وحنا كيديروا راسهم، كيديروش لولادنا، ولادنا حنا مكلفين بهم، كنموتوا ونجوعوا وما نلبسوش باش نوفر لولدي الدواء ونوفر له ليكوش. دابا حنا اش طالبين؟ وقفتنا هنا اش هي؟ باغين مدرسه، مدرسه. كيفاش الطفل يعني وصل، انا ولدي وصل لفتره المراهقه ولا كيقول لي ماما انا كندير غينيني وميمي، اشنو كندير؟ يعني حنا نفسيتنا محطمه، حنا ما بغيناش نشوفوا، حنا هدفنا شنو هو؟ خرجنا من ديورنا وقفتنا شنو هي؟ باش نشوف الابتسامه في وجه ولدي فقط، هذا هو هدفي. انا بغيت كيقول حقوق، بغيت انا من يمشي للطبيب
ولدي داوي احتياجات خاصه ليه الاسبقيه بوجه احمر، ما نوقفش انا في الصف. ملي مشيت تما دراس ندخل بوجه احمر، حيت انت شاد حقه الدوسي ديالو عندك، من الدعم كيخرج عندك، يا انت كتشد الدعم على الدوسي وتجي عندي انا تقول لي خلصي حصه الترويض، خلصي مدرسه، ايوا بزاف. حنا ما طالبين والو، حنا ما طالبين والو، حنا كناشدو سيدنا، الله يجازيه بالخير، سيدنا راه عاطي حقوق لهاد الاشخاص، ولكن اللي وصلها راه ما كاينش. حنا ما كرهنا سمية الجمعيات، كرهناهم، لحقاش الجمعيات دايرين الشخص المعاق دروج، كيطلعوا عليه باش يوصلوا لاهدافهم، راه ما كيخدموش المعاق، راه كيخدموا مع، ما كيخدموش مع المعاق، وما كيخدموش المعاق، كيخدموا بالمعاق، بالمعاق كيخدموا. ما كيخدموش ليه ولا بيه، كيخدموا بيه. حيت انت كتمشي كتطلبي كرسي متحرك، انا بغيت كرسي متحرك، كيطلبوا منك دوسي، جيبي شهاده طبيه، جيبي هذه. حنا قالوا لنا الشخص المعاق خصو شهاده الاعاقه، واش طحونا عليها؟ الدري داز على العظم، على الراس، ملي شديناها ما عفاتناش حتى من شهاده طبيه. ملي كتمشي كتقول لك هذه ما معترفش بها، خصك شهاده طبيه. ولينا اختي كنوقفوا للسبيطار د الحومه نطلبوا شهاده طبيه، كيقول لك خلصي 100 درهم لا باغا شهاده طبيه. يعني وصلنا لهاد الدرجه، كيقول لك الحقوق، ملي كتقولي انت شنو هاد الشيء؟ كيجاوبك بالحقوق. يعني القانون كيوصل لهاد الدرجه، فينا هو حقه؟ فينا هو حقه؟ حنا هدفنا هو هذا، بغينا حق، بغينا سيدنا يشوف. راه ما كاينش، راه كاين ولكن تطبيق على ارض الواقع راه ما كاينش. اقسم بالله الا الواقع كيصدم، كيصدم بهذا المعنى، كيصدم. والو والو والو. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.